المفروض تشوفها قبل بداية الفيديو ده. رقم واحد، لازم تكون شفت الفول بلاي ليست اللي فيها الديناميك بروجرامينج والريكيرجن. تعال اوريك دلوقتي ايه الحاجات اللي انت مفروض تشوفها. ايه بقى بلاي ليست اللي انت مفروض تشوفها؟ هتكتب هنا مستر الجوريثمس، هتيجي هتلاقيني اول واحد، هتدخل عندي على تشانل. النت سيء، اهلا بيك. هتلاقي فيديو التعريف للقناة مهم، هيوريك خريطة الطريق اللي انت محتاج تمشي عليها. هتخش على بلاي ليست، كرييتد بلاي ليست. انت مهتم باتنين بلاي ليست بس، ريكيرجن وباك تراكنج، عشان مهم هتفهم بيها الديناميك بروجرامينج، وكمان الديناميك بروجرامينج بلاي ليست اللي هي دي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. بس كده، تعالى دلوقتي نروح نقرا المساله. تعالى دلوقتي نقرا المساله. احنا هنقرا انهي مساله؟ اخر مره حاليا نفسك 2، هنقرا دلوقتي مساله LCS. يعني ايه LCS؟ مش مهم، احنا واحنا بنحل دايناميك بروجرامينج بنفكر بشكل ريكيرجن، بنشوف احنا ازاي نجيب البيس كيس وفي نفس الوقت نجيب الستيتمنت، والستيتمنت بتبقى اصعب دايما من البيس كيس. طيب تعالى نشوف البروبلم بتقول ايه. عندك سترينجين اس وتي، عايز تجيب لونجست سترينج اللي يكون سبسيكونس من اس وتي. سبسيكونس من سترينج هو سترينج بجيبه لما اقطع صفر او اكتر من الحروف من السترينج اكس، بعد كده الزقهم في بعض تاني من غير ما اغير الترتيب. هتقولي ما فهمتش قوي، هقولك ما فيش مشكله، تعالى نبص على التست كيسز يمكن توضح لك اكتر، وانا كده كده هشرح الكلام ده بالتفصيل. AXYP APYXP، ف subsequence ممكن اخد AXP او ممكن اخد AYB. AYB ال A اول حاجة، بعد كده ال Y، بعد كده ال B. ببساطة ممكن اخد اي حرف، اخد اي حرف بس اللي بعديه يكون جاي بعديه بالترتيب في السترينج نفسه. يعني انا ممكن اقول ان P A P P ده subsequence، A P P ده subsequence. طيب وهنا A B ده subsequence. هتقولي طب تمام، احنا ليه خدنا AXP او AYB؟ لان انا عايز اطول واحد طوله 3 موجود في الاثنين، ف AYB موجودة هنا و AYB موجودة هنا برضو، فانا عايز اطول واحد موجود في الاثنين. هنا بص كده سامبل انبوت ما طبعش حاجة، لا سوري طبع AA. ليه طبع AA؟ لان الA موجودة في الاولاني وموجودة في الثاني، A بعد كده A. هتقولي طب تمام جدا، والتالتة A و Z. هتقولي طب A و Z مفيش اي حروف مشتركة، هقولك ما طبعش حاجة. على الاخيرة نفس الكلام، امشي وراها هتلاقي ان انت فهمت يعني ايه سبسيكونس. بس كده، انا كده شرحت لك المسألة. تعالوا بقى نشوف فكرة الحل. بس الاول انصحك توقف الفيديو وتحاول تفكر فكرة الحل بنفسك، لان لو انت محاولتش تفكر فيها لنفسك مش هتتطور. تعالوا دلوقتي نروح لفكرة الحل. هرجع معاك يعني ايه سبسيكونس تاني، لان انت هتشوفها كتير جدا في المسائل. يعني ايه سبسيكونس؟ زي ما هو كان كاتب في المسألة، سبسيكونس من string s هو string بقدر احصل عليه عن طريق ان انا اشيل صفر او اكتر من الكاركترز، بعد كده الزق باقي الكاركترز من غير ما اغير الترتيب. هتقولي طب تمام، الكلام ده عمله ازاي؟ هقولك سيبك من الكلام ده خالص، هو بس ده التعريف اللي بيتكتب، لكن في واقع الامر الموضوع ابسط من كده بكتير. تعال نشوف اكزامبل. تعال ناخد string زي ايام مستر الجوريزمس. لو انا عايز اجيب السبسيكونس اوف لينس 1، الاي والاي والام والام كابيتال والاي كابيتال والال والجي والاو والار، واي حرف لوحده هيعتبر سبسيكونس. طيب من لينس 2، الاي واي حرف بعديها في الترتيب، يعني ممكن اخد اي وام. تقولي طب تمام جدا، ممكن اخد اي وام كابيتال. وفي حاجه تاني، لو انا هاخد ام كابيتال هاخد ام كابيتال واي حرف بعديها في الترتيب زي الاي كابيتال. الاي بعدها، لو انا هاخد الاي بس لوحديها الاول ممكن اخد اي اس، لان الاس بعدها في الترتيب. بعد كده تي اتش، بعد كده اي اتش. لينث 3 نفس الكلام، اي ام ار اي جي ار تي ام اس ار اي تي. تعال نبص كده على المثل بتاع اي ام ار، هلاقي الاندسيز 0 3 4. الاندسيز لازم تبقى سورتد مترتبه بس، فانت تاخد اي كاركتر اللي بعديه يكون بس بعديه في الاندكس. بس كده انت كده عملت سبسيكونس، فاي سبسيكونس بتنطبق عليه الشروط دي. نرجع تاني للمساله LCS. الانبوتس عندي سترينج اس وسترينج تي. خلي بالك الكونسترينز اللي عندي من فين لفين، الاس والتي يا اما هيبقى السايز بتاعهم واحد لغايه 3000، يعني اقصى حاجه الورست كيس 3000، ده اكبر رقم ممكن يدخل لي في طول سترينج. تقولي طب تمام جدا، الاكزامبل اللي عندي AXYP APYXP، وانا طلعت الاي اكس بي وشرحته بالتفصيل وانا بقرا المساله، وشرحت يعني ايه سبسيكونس، وده سبسيكونس موجود في الاثنين، الاي اكس بي موجود في السترينج اللي فوق وموجود في السترينج اللي تحت. تعالوا بقى نروح ان احنا ازاي نفكر في المساله. طيب احنا بنفكر في مساله
دي بي بنفكر فيها كريكيرجن عادي خالص زي اي ريكيرجن بروبلم. عندنا بيس كيس وعندنا ستيتمنت. ايه البيس كيس وايه الستيتمنت؟ هتحلها ريكيرجن بعد كده تطبق تكنيك الدي بي خلاص. هتقولي طب الكلام ده اتشرح امتى؟ اقول لك اتشرح في فيديو الدايناميك بروجرامينج في بلاي ليست، فلازم تشوفه لان انا مش هقدر اعيده في كل مساله. طيب تعالى نخش بقى على المساله ونفكر في البيس كيس والستيتمنت. تعالى نفكر في الستيتمنت. انا عندي السترينجين داخلين بالشكل ده، الشكل اللي قدامك ده اعتبر ان ده اول حرف في سترينج اس وده اول حرف في سترينج تي. انا محتاج اخد كاركتر موجود في السترينجين. يعني انا لما باجي اخد لونجست كومن سب سيكونس الحرف ده لازم يبقى موجود في السترينج الاولاني والسترينج التاني، وبعد كده اشوف كاركتر كمان موجود في السترينج الاولاني والسترينج التاني وهكذا، واجيب اطول لينث، وفي الاخر مطلوب مني اطبعهم. حتى الان احنا مش هنفكر في الطباعه خالص، تعال نفكر الاول ان احنا نجيب اطول لينث، بعد كده هوريك الطباعه دي سهله ازاي. انا قلت لك في الاول طريقه التفكير، عايزك توقف وتحاول تجيبها لوحدك لاني افضل اديك دلوقتي في هنتات. اول هنت ان انا عندي فانكشن سولف. الفانكشن دي هتاخد باراميترز ايه؟ فاكرين انا قلت في بلاي ليست قبل كده لو انا عندي سترينج، عندي اري، عندي اي حاجه لازم الباراميترز اللي انا افكر فيها اول حاجه انا قلتها. طيب الانديسيز اندكس اي واندكس جي. ليه؟ لان لازم الفانكشن بتاعتي تاخد سولف اوف اي وجي، وطبيعي طالما خدت اي وجي فانا همشي اي بلس 1 او جي بلس 1 او ايا يكن، فكده انا كده كده هندلت الترتيب، لازم الحروف اللي هتتاخد هتبقى مترتبه باي ديفولت. الكلام ده انا قلته في بلاي ليستات، في بلاي ليست بتاعه ريكيرجن وبلاي ليست بتاعه دايناميك بروجرامينج في مسائل كتير، فانت لازم ترجع لهم. بس بسهوله جدا عندي اري، عندي اي حاجه عشان امشي عليها اصلا لازم اخد الاندكس، فطبيعي او بنسبه 99% في المسائل الانديسيز او اندكس بتاعت حاجه لازم بتكون موجوده في الريكير، ده طبيعي جدا همشي عليها ازاي من غير الاندكس. طيب ده اول هنت، يبقى الفانكشن بتاعتي بتاخد انتجر اي وانتجر جي. فكر، وقف الفيديو وفكر، وتعال نشوف تاني هنت. تاني هنت، انا محتاج الكاركتر اللي اخده، الحرف اللي انا هاخده معايا لازم يكون في السترينجين، السترينج اس وسترينج تي. هتقولي طب لا ثانيه واحده، سترينج اس وسترينج تي، فكر فيها كده سهله قوي. بالظبط انت المفروض تكون جبتها دلوقتي. لو اس اوف اي ايكوال ايكوال تي اوف جي هعمل ايه بقى؟ هحرك الاي وحرك الجي، مش انا خدت حرف من هنا وحرف من هنا، فلازم احرك الاندكس. جرب لي حرف تاني، خلاص انا خدت حرف من هنا وحرف من هنا، جرب حرف تاني وزود واحد. ليه؟ لان انا بحسب الطول الاول، فانا هحسب الطول وبعد كده اوريك اطبع ازاي. انا عايز اطول حاجه، ماكسمايز، عايز ماكسيمم لينث، اطول طول. هتقولي طب تمام جدا، دي اول حاجه لو هما متساويين. انا قلت لو هما متساويين، تاني احتمال على طول لازم تروح له سهل جدا يعني، فده لو هما متساويين هعمل حاجه، غير كده هعمل ايه؟ لازم تفكر فيها. وقف الفيديو وبرده حاول تحلها لوحدك، انا كل انت بديهولك عايزك توقف وتحاول تحلها لوحدك عشان تستفيد اكبر استفاده. تاني هنت، لو هما مش متساويين بسهوله جدا المفروض اعمل ايه؟ اجرب الاوبشنز اللي باقيه. هتقول لي اجرب الاوبشنز اللي باقيه؟ اه، هقول لك فاكر لما قلت لك الستيتمنت معتمد على ان انا اجرب كل الاحتمالات واجيب الماكسيمم؟ هتقولي طب ايه الاوبشنز اللي باقيه؟ اقول لك فكر فيها، احنا مره حركنا التو انديسيز سولف اوف اي بلس 1 وجي بلس 1، هو مفيش غير احتمالين كمان بس، احرك اندكس واثبت اندكس، يبقى يحرك الاي بلس 1 يا اما احرك الجي بلس 1. ده المفروض يوصلك للحل لوحدك. لو ما وصلتلوش انا برضو هقول لك الحل، بس هقوله لك برضو مش الحل ككود، هقوله لك الاول كفكره، بعد كده هنناقش الكود، بعد كده هنناقش الطباعه في الكود. الطباعه سهله جدا وفكرتها سهله جدا، بس لازم تكون فاهم ريكيرجن. تعالى نخش على الحل. تعالى ناقش معاك الحل. لو S of I بتساوي T of J، فأنا عايز أسولف لآي وJ plus 1. هتقولي طب أنا حركت الاثنين كده بواحد، هقولك آه. الأوبشنز التانية مرة حرك الآي وثبت الJ، مرة حرك الJ وثبت الآي، خلاص هما دول التلاتة أوبشنز اللي عندي، ما عنديش تالت. وماكسمايز ما بين الأوبشنز دول بالديناميك بروجرامينج، وإحنا شفناها في مسائل كتير، مرة ماكسيمم ومرة مينيمم، حتى في مسألة النابساك اللي فاتت شفنا ازاي بنعمل ماكسيمم، شفنا ازاي بنعمل مينيمم. هتقولي طب ده كلام جميل، احنا كده عرفنا الستيتمنت، بس ما عرفناش ايه هي البيس كيس. هقولك ببساطه شديده، البيس كيس انا بحرك الاي والجي، يبقى البيس كيس بتاعتي هتبقى ايه بالظبط؟ لو حد من السترنجين خلص، لو الاولاني خلص الاول او التاني خلص الاول، خلاص هريترن زيرو، دي البيس كيس بتاعتي. يعني ايه يخلص؟ يعني لو الاي وصلت للسايز بتاع الاري اللي هو ان، او الجي وصلت للسايز بتاع الاري التاني اللي هو ام، هرجع زيرو،
بس كده. فاحنا كده عرفنا الحل وعرفنا البيس كيس. هتقولي برضو معرفناش الطباعة. اقولك فكرة الطباعة لازم اناقشها معاك في الكود، بس هتفهمها جدا لو انت فاهم ريكيرجن. لو مش فاهم ريكيرجن لازم تفهمه كويس، لو انت مش فاهم ريكيرجن مش هتعرف تفهم فكرة الطباعة. طيب تعالوا ننتقل بقى للكود. الكود اهي البيس كيس بتاعتي وهو الستيتمنت. انا عندي دلوقتي S1 و S2 دول سترينجين، والN والM ده الطول بتاعهم. هتلاقيني بعرف الN والM هنا بالطول، وده طبعا عشان احط الدي بي بسالب واحد في الاول، دي خطوة مهمة ما تنساش تخلي كله بسالب واحد لان انت مش عارف الانسر. بعد كده دي البيس كيس، وده الستيتمنت ناقشناه، الستيتمنت سولف اوف اي بلس 1 وجي بلس 1 وازود واحد. غير كده مرة ثبت الاي وحرك الجي، مرة حرك الاي وثبت الجي، وهكذا. وماكسمايز، الماكسمايزيشن والمينيمايزيشن اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي فاتت مش هراجعه تاني. الريت دي قلنا كاني بص باي ريفرنس، بدل ما اكتب دي بي اوف اي اوف جي ممكن طبعا تكتب دي بي اوف اي اوف جي زي ما شفت في الفيديوهات اللي فاتت، لازم تروح تشوفها تاني برضو عشان تعرف تتكتب ازاي. طيب فاضل بقى البرنت، الطبع. انا كده بجيب اطول كومن سب سيكونس، اطبع ازاي؟ بص يا سيدي، الطباعه بسهوله، هعمل ريكيرجن تاني اسميه برنت، هيمشي على ريكيرجن الاولاني. انا في ريكيرجن الاولاني رحت خلاص حسبت الانسر بتاعتي. ريكيرجن بيعمل فروع لو فاكرين فيديوهات ريكيرجن، فده راح عمل فرع وده راح عمل فرع وده راح عمل فرع. بس انا دلوقتي عارف كل فرع زي ما يكون عنده اندكس اي وجي، مش انا حسبتهم، فانا عارف كل فرع الاجابه بتاعته بكام. فانا ببساطه هجيب اجابه الفرع ده. دلوقتي دي مش بصه باي ريفرنس، خلي بالك دي هنا بصه باي ريفرنس، هنا مش بصه باي ريفرنس. فانا هشوف الفرع ده الاجابه بتاعته بكام، فهشوف لو الاجابه دي نفس الاجابه بتاعت الفرع ده، يعني لو انا لما ندهت الريكيرجن ده اداني نفس الاجابه دي، ده معناه ان انا مشيت على الفرع ده. انا في الاول خالص رحت حسبت حاجه، ريكيرجن بيروح يحسب، فانا خلاص جبت الاجابه، دلوقتي ما بقتش فيها سالب واحد، بقت فيها الاجابه. فانا بقول لو انت رحت حسبت اللي انت هترجعه ده، لو رحت حسبته واداني نفس القيمه اللي موجوده هنا، خلي بالك هو مش هيروح برضو يحسب من الاول، هو الاجابه دي اتحسبت قبل كده، هيخش في الكونديشن ده على طول لان كله ما بقاش بسالب واحد. فلو اجابه الريكيرجن هي نفس الاجابه اللي هنا اللي هي الرقم ده بلس واحد، ده معناه ان انا خدت الطريق ده، مش ده معناه ان انا ندهت ريكيرجن اوف اي بلس 1 وجي بلس 1 بلس 1 هو فروع وانا عندي ريكيرجن جديد. فانا بقول له خد الطريق ده وريتيرن دي، يعني شيل كل الطرق التانية، الطرق التانية دي ملهاش اي لازمه معايا. وهطبع ليه؟ هطبع لان هو ده اللي انا عايزه، انا في المساله دي هطبع لو هم متساويين. لو هم متساويين يبقى انا خدت الحرف ده وزودت عليه واحد، فهمشي بريكيرجن تاني على الريكيرجن الاولاني. هي دي فكره الريكيرجن ده. هتقولي طب مش ده تايم كبير؟ هقولك لا، لان ده دايما هيبقى اوف 1، الكونديشن ده هيبقى اوف 1. هتقولي ليه اوف 1؟ ولكن احنا حسبناه خلاص، دايما هيجي هيخش في الكونديشن ده، هيلاقي مفيش ولا قيمه بسالب واحد، انت حسبت الريكيرجن كله، فدي بي اوف اي اوف جي كلهم اتملوا مفيش ولا حاجه منهم بسالب واحد، فكل مره دي هتاخد اوف 1. سولف اوف اي بلس 1 جي بلس 1 باوف 1، ودي باوف 1 ودي باوف 1. بس انا بشوف انت خدت انهي فرع، هل انت خدت الفرع الاولاني؟ لو الريت دي بتساوي اول فرع فامشي في اتجاه اول فرع واقطع الفروع التانية. طب لو بتساوي تاني فرع او تالت فرع، احنا كده عندنا تلات فروع، هرجع خلاص، يعني خد الطريق ده برنت على الطريق ده وريتيرن. هو كده هيمشي على ريكيرجن لوحده، الكلام ده شرحناه في الريكيرجن، لازم ترجع عشان تكون فاهمه. مست الطريقه دي ان هي بتشتغل لاي كود ريكيرسيف، يعني انت لو حليت المساله باي كود ريكيرسيف كل اللي انت هتعمله هتكتب الكود بتاعك تاني، كود حرفيا نفس الكود تاني، لو انت بصيت هتلاقي شبه نفس الكود تاني. بس هشوف لو الريت دلوقتي، لو الانسر دي بتساوي اول طريق اول ندهه، هشوف الندهات اللي انا دهتها، لو بتساوي اول ندهه اطبع لي. والطبع ده طبعا حسب فهمك المساله، افرض في المساله مش عايز يطبع هنا، كان عايز يطبع هنا، انت فاهم هو عايز يطبع ايه، وهكذا. وخد لي الطريق ده، طيب لو طلع تاني ندهه بيساوي تاني ندهه امشي لي في الطريق تاني ندهه، وانا مش عايز اطبع هنا، انا كنت عايز اطبع في الكونديشن ده. طيب وهكذا، بس كده. وفي حاجه، بما انه ريكيرجن لو انا حطيت السي اوت دي بعد البرنت هيطبع بالعكس. ليه؟ لانه ريكيرجن، احنا قلنا ريكيرجن بيمشي بالعكس ريفرس، لو فاكرين في فيديوهات ريكيرجن لازم تشوفها، مهمه جدا يا جماعه. طيب فكل اللي انت هتعمله حرفيا هتعرف الان والام وتقرا السترينج وتنده الفانكشن اللي هتسولف الريكيرجن والفانكشن اللي هتبرنت اللي بتمشي ورا الفروع اللي انت مشيت عليها. الفانكشن دي هدفها ان هي تمشي ورا الفروع اللي انت مشيت عليها. طب انا كده حليت المساله، عايز منك حاجه بقى، عايزك تحول الكود ده اتريتيف. بعد ما تحوله اتريتيف المفروض تقدر ان انت تحلها اتريتيف وتطبع اتريتيف. الطباعه اتريتيف اصعب شويه،
ممكن تكون اصعب شويه بس هي نفس الفكره. انا خلاص عندي الاجابه، انا خلاص عرفت الاجابه، عايز اشوف ايه الحاجات اللي جابت لي الاجابه، بس فكر فيها ايتريتيف بقى. انا عشان اجيب الحاجات اللي جابت لي الاجابه بالريكيرجن همشي على نفس الفروع. طب في الايتريتيف همشي على ايه؟ في الايتريتيف هيبقى 2 فور لوب. طيب ما ينفعش ارجعهم؟ انا بديك هنتات اهو، عايزك تفكر ازاي تعملها ايتريتيف. تحويل ايتريتيف طبعا موجود في الفيديو بتاع دايناميك بروجرامينج، سهل ان انت تحولها لايتريتيف، بس ان انت تطبع ايتريتيف هي اللي هتبقى صعبه شويه. لو الناس ما عرفتش تطبع ايتريتيف هنزل فيديو اشرح فيه ازاي اطبع ايتريتيف. بس كده الفيديو ده خلص، وشكرا لدعمك وتشجيعك، وما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، وابتسم واستمتع.